السلام عليكم، جيسبر كو راكم كاع بيان. انا سيتويان الجيريان، جان الجيريان، عندي موضوع حبيت نطرق ليه. شغل ندير فيديو، ماشي باسكو انا اكسبير في علوم الاتصالات ولا انا اكسبير في علوم البحار، مي جوست حبيت نعرف حاجه، حبيت نتعلم. ما ميلا ما نعرفش، علموني ورولي يا سيدي، قيديونا فهمونا، من حقي نعرف. صرا عندي با تاع تاكل الدجاج، جزائريين قاع هضروا عليه، والنهار راحت لي حتى لدارو، ناس تبارطاجي شهر وحنا تاكلو الدجاج تاكلو الدجاج. بقطع كابل في بروبتيك تاع الانترنت 100 متر، كوم سي كوم صرا والو، خذوا بعين الاعتبار فكاها. ما كاش فيسبوك، ها ها ها، ما كاش يوتيوب، لونغ واس، ما خممتوش في حاجه. لاسبي ايكونوميك، العامل التجاري ماكش لي يضر عليه، لا النهار لا الوزيره لا حتى واحد. شغل دار خالي موح، خسرنا شكاره دراهم، الجزائر خسرت شكاره دراهم في 4 ايام. التعاملات البنكيه التجاريه للمؤسسه سوناتر هاك لي بونك كاع سونال غاز، جو بونس كو ما كانوش باسك سون بلا الانترنت ما يقدروش يكونوا تحويلات بنكيه ولا تعاملات تجاريه، ما كاش كيفاه يكونوا. علاه ما هضرتوش عليهم؟ موضوع ثاني واللي هو الباخره اللي قطعت الكابل. اسك هذا الباخره كي دخلت كان في الحدود الجزائريه ولا لا؟ لا، قالوا بلي 15 كيلومتر، 15 كيلومتر راهي عندنا في بلادنا في التريطوار تاعنا. اسك لا مارين طات لوتوريزاسيون تدخل ولا ما طاتهاش؟ هذاك النهار علاش دخلوا عندنا؟ ما كانش كاين موفي بون، علاش حطت حتى ال 15 كيلومتر؟ ثالثا، اذا لا مارين قيدتها علاش ما دارتش هذيك المنطقه منطقه محروسه باسكو يجوز عليها الكابل؟ علاش دخلت عليها نورمال؟ ورابعا، اسك هذا الشركه المؤسسه الايطاليه تعوض لنا ولا مش تعوض لنا خسائر؟ تعوض لنا لا ريباراسيون تاع الكابل، وتعوض لنا فانيك اقتصاديا في لاسبي ايكونوميك، واش خسرت الجزائر؟ جو بونس كو مش تعوض، بس ما هضرتوش عليها كاع. من حقنا نعرفو كشعب، انا كلاني قلبي اني حاب نعرف حقي دراهمي. انا من 45 الجيريا، راني حاب نعرف دراهم بلادي ورا ما يروح، دراهم البترول يا سيدي. ما قلت لكمش عطوهم لنا لينا، مي من حقنا نشوفوا دراهمنا ورا ما يروحوا. اسك حنا بقره حاروب؟ اسك حنا طابليطه شيكولا ميلكا ولا حليب ولا بقره؟ حنا اللي يجي يحلب ويروح؟ لو كان حنا دخل طارق بن زياد عندهم الطاليان قطع الكابو تراديكا ما يحبسوش ورجعوا لهم بنتها وبنت بنتها. حنا قطع ما وريتوناش مام با تصويره تاعها ولا فيديو تاعها، درتو لنا ديمونستراسيون. شغل ميكي بابور جاي زرم المرسى تاعو كروشه قطع كابل، من حقنا نشوفوا هذا البابور اللي قطع الكابل وراه. والوزير كي تهضر تقول على ما اظن ما كان والو، و جوست 4 ايام وماشي حاجه كراف. علاه دراهم جابهم بابك بس ماشي حاجه كراف؟ دراهم تاع الزالي خسرتهم، كيف لافير تاعهم؟ من حقي انا ماشي اكسبير في علوم الاتصالات ومانيش اكسبير في علوم البحار لا قانون البحار، مي من حقي نفهم. اذا ما نعرفش وريونا، انا جوست لافي تاعي دونك سي بوان الجيريا. هذا ما كان، مانيش نقول لكم بلي انا نعرف ولا زعما تكريتيكيوني وتقولوا ايه وانت هكذا. معليش، اللي فاهم واللي اكسبير وعالم لي زالجيريان لح يكريتيكيو هذا الفيديو يديرنا فيديو ويفهمنا يا سيدي. هذا ما كان. السلام عليكم.